دي هتقولي حاجة بنتي ولا خلاص كده؟ مالها؟ لا خلاص بقى كده، عشان احنا هناخد وقت طويل، فان شاء الله هنلقاكي قريب ان شاء الله. وانتي كويسة، انتي كويسة، قلنا لك انتي كويسة. بس انا اول شيء انتي ما حبيتيني. انا محبتك ايه اللي عملته عشان ما حبتكيش؟ هيك حسيت. نعم هيك حسيت انه لا مالكيش دعوة. حسيتي انا مثلا لا شو حاسه، حبيتك ولا لا؟ مالكي، وما تعيطيش حبيبتي، ممكن نديكي فرصة تانية تقولي اللي انت عايزاه. لا ما تعيطيش ابدا، يعني ممكن معاكي فرصة تانية تقولي، لكن ده ملوش علاقة حبيتك ما حبيتكيش. انا جاية هنا عشان اكون اونست واشوف اللي ممكن واللي مش ممكن، انما انت بتقولي حالة وبتحضري نفسك وبتحسي من جوه كويس قوي قوي قوي، لكن ممكن عايزة تعيدي حاجة تانية. لو عايزة تعيدي حاجة تانية اتفضلي عيدي حاجة تانية، لكن مش عايزة اسمع كلمة ما حبتينيش. انا هنا بقعد باخد الاراء شمال وباخد الاراء يمين، وبينتهي على اننا بنقول اه او لا.